لك عبايب قلبي. الربيع هنا وهنا بالعاصمة الأمريكية واشنطن دي سي وفي شمال فرجينيا أكو هذا النوع من الأشجار اللي جايتنا من اليابان، قصتها قصة يجوها الناس من جميع أنحاء العالم بس على مود يطقون صور ويا هاي الأشجار، وتطلع تصير هيجي لونها لفترة كلش قصيرة جميلة جدا، بس تنقلب الدنيا والازدحام وتصير كآبة 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 هالقد ما أكو ناس لهنا. اليوم حتشوفون بهذا الفيديو جايني زيارة دكتور محمد من أربيل الأمريكا حتى يشوفني، وبعدين من أوصله أرجع أوصله إلى واشنطن دي سي. تشوفون الازدحام مال الناس وليش مدى أروح أصور لكم إياها، بس بعدين رجعت صورتكم هاي الشجرة. شوفوا الفلوق وبعدين أوصلوا لحد هاي الشجرة. هذا المكان الجميل وبعدين أشوفكم شخص، بس خلاشوفكم هذا المكان الرائع. دكتور محمد رائع حبيبي، شلونك؟ الله يسلمك حبيبي استاذ انس الغالي. شلون مدينه جميله ها جدا، الورد اي والله، الناس المبتسمه، الناس المرتاحه، اي ناس اللي ملتزمه بالقوانين، ناس الصادقه ويا نفسها ويا شغلها وحياتها، كل شيء رائع. امريكا زين، بس كل منطقه شكل طبعا. لا اكيد انت جاي من منطقه كانت كلش ساقطة يعني، تعيسة ومأساة، لأن منطقة بالتيمور يمكن مو مثل هنا، بس هاي المنطقة يعني احنا حاليا منطقة اسمها اول تاون الكساندريا. اي والله، والدكتور كان جاي من بالتيمور اللي بعدها تقريبا هي ساعة ونص ساعتين تقريبا ساعة. اي فرق بس فظيع، فرق جدا. هذول امريكا اللي نتوقعهم بالافلام، هذولاك امريكا اللي مشى فيها، اللي نشوفهم بالمشاكل والعصابات باد جايز، اللي نشوفهم بالمشاكل. هاي واحدة من معالم واشنطن، هاي ما صايرة هاي ابد. زين ما يخافون انه مثلا واحد يجي يقول لك ها شلون نخلي واحد يعني يجي يباوع على الطيارة؟ ناس مأمنين على نفسهم ومأمنين على غيرهم، ناس مرتاحين ما يحتاجون. هسه حتنزل طيارة اشوف لكم وياها مكان كلش حلو. يابا هاي تشاينا تاون اني ما مشوف لكم وياها، طبعا هاي اللي بنيويورك اصليه اكثر تمام، واللي بكاليفورنيا بسان فرانسيسكو هم يعني بعد كلش اصليه. نورتني دكتور، الله يسلمك انت النور يحفظك يا رب، انت والعائله الكريمه. سعيد جدا بلقائك، ان شاء الله دائما نشاف على خير. دكتور اللي تسويه بالعربي شو يسموه؟ عمليات جراحه السمنه والايض، اللي هي مو مال تكميم وما تكميم المعدة. ما اعرفها بالعربي شو صح ولا ايه. المسار الحمد لله والشكر بالاخير هسه اسسنا جمعيه بفضل الاخوه كلهم اصدقائنا الاعزاء ببغداد بالبصره والجنوب والفرات الاوسط. شو اسمها؟ اسسنا الجمعيه العراقيه لجراحه الايض والسمنه. وانتم ارتباطكم يعني ارتباطاتنا راح تصير ان شاء الله على مستوى عالمي ويا الافسو والجمعيات الأمريكية بهذا المجال، وصراحة الأطباء العراقيين ممتازين. أنا متأكد ما يقبلون كفاءة بالتأكيد عن البقية. بالمؤتمر اللي حضرته متأكد أنتوا مرات الأمريكان، أنا ما أشوف إنه سوون مؤتمرات يجون العراقيين يسوون شغلات يتعجبون الأمريكان عليها. صدق يعني، بس يعني إحنا نقصنا الفرص فقط. أي فرصة فقط. وإلا الحمد لله والشكر. يلا انا حلبك بتشاينا تاون. انا اشكرك جدا، تعبتك اليوم اخذت وقتك الثمين ان شاء الله. لا 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 كل فرحان وافرح انا بفيديوهاتك المفيده واللي صدق الناس مستفاده منها، ونريدك تزيد تكثر لنا وكثر ما يقول العراقي الستوري تايم. تسلم تسلم، مع السلامه. وعد مدينه هاي كلش صينيه، كل شيء صيني، كل شيء صيني. خلينا نلف بنص الشارع، نص الشارع. اها جمال المكان. زين انا ليش ما اصور ان هيك اماكن؟ تشجيع ماكو، تشجيع ماكو، ما اعرف شنو اللي تحبوه شنو ما تحبوه. يعني يكون فيديو مثلا بسخافه الفيديو مال خطوبتي، خطبتي ما ادري شلون، ينقلب الدنيا وهو يجيب مشاهدات، وانا بالنتيجه بالنهايه المهم عندي هو ان
اعطي فد رساله، فاذا الفيديو اقدر انا الرساله اقدر ازرقها باي مكان يعني باي فيديو. فما ادري مرات خاف اقول هذه الرساله بهذا الفيديو وما حد يشوفها. بقى كميه الناس بقى كميه الناس مو طبيعي. هاي اخضر ترى يعني لا بالكم. في يوم من الايام اليابان اهدت الولايات المتحده الامريكيه نوع من انواع الاشجار، وهذول السياح كلهم اللي نشوفهم جايين لهنا على مود يشوفون بالربيع شلون هاي الاشجار تصير شكلها يخبل. وانا يوميا اقول اجي اصور لكم اياها، وهسه انا يعني ما اعرف شلون اجي لهذا الازدحام كله، وحتى لو اخذ اوبر وحتى لو هلكم. من عنده طريقه بحيث انه من يطلع المدينه السياحيه مثل مثلا واشنطن دي سي انه ما يتبهذل هيك شي بقى، هاي ماشي ازدحام هوسه بارده حاره تواليت ماكو جوع جوع عشان واحد يجوع هوسه وما افد هوسه فظيعه يعني. اكو طريقه ثانيه ما اعرف يعني. هسه انا من اروح المناطق مثل يعجبني دائما اروح لفد مكان اسمه ويليامزبرغ. اوه ماي جودنس بيوتيفول. اوكي واحد ما يلقى باركين بس يسوي يأجر فندق او اير بي ام بي وياخذ اوبر يوصله لهذاك المكان، يلبس حذاء جيد يعني اعرف انه اكو طريقه. وبعدين اكو مطاعم واكو تواليت واكو واحد يقدر شوي يرتاح يقعد يتمشى يعرف شنو الجو اللي جاي بيه وانتهى القضيه. بس هاي يعني كميات ناس بالملايين جايين دي يشوفون السياسه الامريكيه مثلا. هاي الشجره اللي هسه انا ما اعطيها حقها يعني شجره جميله بس هسه مغيمه الدنيا. واخر شويه هيك شيء هذا لا هذا رصيف هذا رصيف. هاي ودول السياح كلهم جايين يشوفون هاي الاشجار. لا تقولون انس ما صور لنا تشيري بلاس. ضاعوا هنا الهدوء وماكو احد وهاي هيات. يابا اطر مو طبيعي دي يطلع من عندها فد ريحه خرافيه. بس همزين مفاش مايكروفون مالتي موقع بالقاع بالشارع فد مكان لازم اروح عليه. نشوف انا شفت عايف السياره هنا موقفها واتذكر وقع من عندي المايكروفون قلت هسه اشيله موجود لو ما موجود. هاي السياره ناش توقف هيات المايكروفون صار له نص الصبح ليه هسه موجود المايكروفون موجود. خلينا نفتحها. هاي الورده بعدها تنتظر الورده تنتظر. رسالتي الى الوردة تنتظر الوردة. انفتح يا فا يات المايكروفون شي سيكريت. هذا المايكروفون بعد سمون الحكي مالي سمون دسمون هذا قبل وهذا بعد. الو 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 اشتغل مع المايكروفون فرق فظيع صح لو لا. وهاي يم البيت نفس تقريبا نفس النوع مال هاي الشجره بابا جمال. او ماي جاد او ماي جاد. هاي ادون ها تو واتش اور تو فيلم. هاي بادي Here, here. Oh my goodness. Oh my goodness. You are so beautiful. Hi. How you doing? You found a friend, huh? Yeah. Can I take a photo with you? Can I take a photo? Hey, look here, look here. Look here. Hey, say hi. Say hi to the camera. Oh, that's you. This yourself? What's your name? Hola. What's your name? This is Sammy.
Tammy, and you? And my name is Steve. Steve Ennis, and I'm from Iraq, from Baghdad. You're from Iraq? Yeah. Really? Yeah. I've known two people from Iraq. You're the second. Really? Yeah. Who's the first? A guy by the name of Joe. I thought you know Saddam Hussein, though, or something. No. Joe is a wheeler and dealer. He's he worked for the State Department. Well, it's good. What are you? I live right here, down the street. And you have a good night. Okay. بعد جمال. قال في شيء مو طبيعي. أقعد ابني هنصور. والله بس شنو الحساسية ما أحكي لكم. شنو الجمال هذا؟ شنو هالجمال عمي؟ لازم أقرأ عن هذا الموضوع. شلون اليابانيين هدون ذن الأشجار بعدين هجموا علينا؟ لازم أفتهم السالفة. أنا عبالي هجموا علينا. أي عبالي هجموا علينا يعني بعد الاسم. قصدي هدونا الأشجار ذني بعد الحرب العالمية وضربناهم نووي واستسلموا دول العالم كلها حتى تعيش. هاي معلومة للتاريخ خل أقولها. حتى تعيش برفاهية ولازم شلون أقولها بطريقة أخلاقية شوية. شلون أقولها بطريقة أخلاقية؟ دول العالم يجب أن تنحني، بتقولوها بالعراقي، تنحني وتعطي المقسوم وتخلي أمريكا تعطيها المقسوم حتى تعيش بسلام. أوكي؟